قد سبق وقلت هذه زل لساني في كلمة وأنا اعتذرت في وقتها، ولا نعتذر لكم جميعا. نشكر إخواننا في العراق الذين وقفوا موقفا طيب. أخطر دولة على العراق هي الكويت. شردت للسعودية وخليت نسوانكم بيد العراقيين نسوانكم. الحكومة الكويتية مريضة. أكو ناس خيرة بيهم، بس الأغلبية ترى أنا عايشة بالكويت. أنا عايشة بالكويت من عمري 5 سنوات مقيمة.